مالاوي واش تحب لي نقول لك؟ حنا نوت اوبجيكتيف كلير سي كو فو نربحو الماتش باش نتكاليفياو ان شاء الله. نفا تو فار ان شاء الله باش نربحوها ان شاء الله. نو صافا الحمد لله الحمد لله راني تري بيان الحمد لله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. عدد مكتمل سوف يجري المنتخب الوطني أول حصة تدريبية له بعد عودته من ملاوي، وأيضا بحضور كل اللاعبين. الطاقم الفني لن يركز كثيرا على العمل التكتيكي، بل سيخصصها أكثر للاسترجاع، خاصة أن اللاعبين متعبين بدنيا نوعا ما بعد المباراة الشاقة وأيضا الرحلة الشاقة التي قادتهم من بلوتيرا الملاوية إلى الجزائر. على كل حال التشكيلة تتدرب بمعنويات مرتفعة وبحضور أيضا رئيس الاتحادية الجزائرية محمد راوراوة الذي قدم هنا ليهنئ اللاعبين بعد فوزهم، وأيضا يحفزهم على ضمان التأهل يوم الأربعاء وعدم ترك أي فرصة لعامل المفاجأة. شكرا لك كمال مهوي على هذه التفاصيل. نترك طبعا المشاهدين لهذه الحصة الآن، حصة أولى بعد العودة. إذن هذه هي هذا جانب من الحصة التدريبية للمنتخب الوطني التي ننقلها لكم حصريا على النهار، تأتيكم من ملعب مصطفى تشكر بالبليدة. الحصة خفيفة ليس فيها تمارين شقيقة شاقة أقول بعد السفرية الطويلة للمنتخب الوطني والفوز المهم اللي حقه في بلونتير. فقط نذكركم مشاهدينا أنه كانت هناك تصريحات مع زميلنا هناكم بعوث النهار إلى ملعب مصطفى تشكر مع كمال مهوي، عدلان قديورة، محرز، غلام، وكادامور، وسليماني، الكل أجمع على أهمية مباراة هذا الأربعاء اللي تكون في ملعب مصطفى تشكر في الجولة الرابعة. أهميتها من حيث أن الفوز سيضمن بشكل رسمي التأهل إلى كأس أمم إفريقيا 2015. المزيد مشاهدينا في نشرتنا المقبلة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري المفصل. إليكم العناوين. أعوان وحفظ الأمن في مسيرة أمام مقر ولاية غردايا، وانشغالات منتسبي جهاز الأمن محور زيارة اللواء عبد الغني هامل التفقدية. في قطاع السكن ملفات المكتتبين في صيغة السكن التسهمي التي لم تنجز تحول إلى برنامج عدل اثنين. وزير العدل الطيب لوح يضع النقاط على الطرق.